بس هم كانوا بيقولوا لنا انتوا ليه مفهمنا ان الحدود دي نازله في القران؟ انتوا عارفين مين اللي عمل الحدود دي؟ المستعمر. ده كانوا بيتكلموا معاكم بالمنطق ده. الحدود دي اللي عمل مين اللي قال ان الخط ده يفصل مصر عن فلسطين؟ مين اللي قال ان الخط ده؟ المستعمر عشان يفرق بيننا. ايه المشكله ان الخط ده يتزاح كده ولا كده؟ لدرجه مره قلت لواحد فيهم يعني كان وزير القوى العامه قلت له يا فندم لو نرجع لايام الرسول، ايام الرسول لما دافع عن المدينه وعمل خندق وكان بيدافع عن ارض عن المدينه عن الحدود، ليه حضرتك بيدافع عن الحدود بتاعت المدينه؟ ما كان لو هي كده بقى يسيبها لهم. مهم يعني، فدي اول حاجه ده يعني حسستني ان الولاء بتاعهم طول الوقت مش بالظبط. وفهمت ليه ان احد الناس بتوعهم المرشدين كان لما قال طز في مصر والكلام ده بتاع زمان ده، فهمت بقى، فهمت هو ليه موضوع مصر ده مش فارق معاهم. خلاص دي اول حاجه.